اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. هنتكلم الله كلام مهم جدا جدا عن زراعة البنجر وطرق التسميد وكل التفاصيل ان شاء الله، فتابع معايا الفيديو. بنشكركم جدا على مشاركتكم الفيديوهات وعلى دعمكم للصفحة. هنشوف كل التفاصيل. عملنا لقاء مع احد المزارعين، طبعا مزارعي بنجر السكر. بالنسبة طبعا لموعد الزراعة يا جماعة، قلنا البنجر معاك من ينفع تزرع من 20/8 لحد نهاية شهر 9، ينفع تزرع البنجر تمام، ولكن الميعاد الصحيح من 1/9. في ناس بتزرع بدري 10 ايام 20 يوم مفيش مشكلة. طيب ده موعد الزراعة. طبعا طرق الزراعة يا جماعة، بيتم تجهيز الأرض وبتعمل الأرض خطوط، وبعدين بيتم النجر، وبعدين بيتم الري. بعد الري يا جماعة من 8 أيام لحد 10 أيام بياخد رية المحاياة بتاعته، وبعد كده بياخد مدة الفطم بتاعته. لو زرعت 20/8 يبقى مدة الفطم هتبقى 25 يوم. لو زرعت طبعا في الله ينور بداية عليك، 9 هتبقى مدة عرفت الفطم هتبقى 30 يوم، لأن تمام. الجو طبعا شهر 9 بيكون الرطوبة نزلت شوية. طيب كده عرفنا موعد الزراعة وطرق الزراعة. طيب مدة الفطم، خلال مدة الفطم يتم العزيج، العزجة الأولى وبعدين العزجة الثانية، وبعدين بيتم عملية الخف. بتخف طبعا على مرحلتين، ده أفضل ليك. عايز تخف على مرحلة واحدة مفيش مشكلة، ولكن لما يكون مرحلتين، المرحلة الأولى بتخلي كل جرعة على عودين، والمرحلة الثانية بتخلي بعد كده كل جرعة على عود واحد. عايز تخف في مرحلة واحدة مفيش مشكلة، تخلي كل جرعة على عود واحد فقط لا غير. طيب وممكن ترش بقى المبيدات لو في دود، أو حسب الإصابة ترش مبيدات. ده عمر 40 يوم زي ما أنت شايف أهو الإنتاج بتاعه. طيب بعد كده يا جماعة بياخد نقطة فاطمة اللي قلنا عليها 30 يوم. بعد كده بتديه 3 أنصاص كيماوي للفدان في الرية اللي هي بعد مدة الفاطمة دي، يوريا تمام. بعد كده ان شاء الله باذن الله هياخد الكيماوي بتاعه اللي هو نقرات اليوريا، طبعا عشان النمو الخلوي في بدايه النمو. النقرات طبعا يا جماعه هيبقى للتحجيم علشان البنجر يدي معانا احجام. بالنسبه لتشتيل البنجر، طبعا في الارض دي في خط كامل قاعد زي ما هو، ما تمش الخف، هيتم التشتيل منه حاليا، لان حاليا مش هينفع يترجح طبعا البنجر، فبيتم التشتيل. طبعا هيديك انتاج لو قعد عروتين، لو البنجر بنجر السكر قعد عروتين هيديك انتاج اللي هو التشتيل يا جماعه. طيب لو قلحت عروه اولى اللي هي 6 شهور الى 7 اشهر، اهو ده التشتيل اللي هيتشكل يا جماعه، فمش هيديك انتاج اول اللي هو متشتل، انما الفدان بيدي حوالي تقريبا 40 طن عروه اولى، ممكن يدي 70 طن لو قعد فتره تانيه بتبقى عروه تانيه تمام، حسب الارض طبعا وحسب المزارع. والله ممكن يقل عن كده ممكن يزيد حسب الارض وحسب المزارع. ده بالنسبه لزراعه بنجر السكر. بالنسبه للتجاوي طبعا بيتم بيجيبها المزارع طبعا من شركه السكر، بيتعاقد طبعا مع شركه السكر وبيجيب التجاوي طبعا مجانا، ولما يروح يسلم ان شاء الله الانتاج بتاعه بيتم خصم سعر التجاوب. بنشكركم ونتمنى لكم الخير ولبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.